الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله زي ما معودينكم كده هيكون معانا فقرات حلوة وإن شاء الله تعجبكم. بس طبعا قبل ما نبدأ فقراتنا النهاردة ونقول لكم إيه هي، أسلم على شريط. إزيك يا شريط؟ إزيك النور، عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة وبصحة وسلامة كده. طب أنا بقول لك وأنت طيب، أنت ليه قلت لي وأنت طيب؟ يعني لازم نبقى لازم على نفس التون برضه يعني. عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله. سنة سعيدة عليكي كده يا رب وعلى أهلك كلهم. إحنا يمكن أول مرة نتجمع أنا وإنتي بقى في حلقة في أجواء النيو آخر خمس أيام في السنة. كله تمام الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. خلينا بقى نبدأ على طول كده. أولا طبعا يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين، ورب تكون سنة سعيدة عليكم وكده، وإن شاء الله الأيام دي كده كلنا متجمعين دايما بالخير زي كل سنة. من ضمن الفقرات اللي معانا النهاردة هيكون معانا طبعا سابي. يمكن إحنا دايما متعودين إن كل يوم ثلاث بنتكلم مع سابي طبعا عن الابراج، ويمكن كمان بنستقبل تليفوناتكم ورسائلكم معانا علشان نعرف كل استفساراتكم ونحاول نجاوب عليها كلها. تابعونا من ضمن فقراتنا النهارده. حلو قوي. اما الفقره اللي قبلها فينورنا ضيف مميز. يمكن احنا الفتره الاخيره بنشوف فنانين يمكن لسه وجوه جديده او عملوا ادوار بسيطه ولكن قدروا ان هم يلفتوا نظر المشاهدين ويؤدوا فعلا ادوارهم باحترافيه عاليه جدا. من ضمن الفنانين دول هو الفنان الشاب طارق توفيق، ويمكن لفت الانظار ليه جدا بالتحديد يعني في مسلسل الاختيار 2، وطبعا كان ليه اعمال تانية هنساله عنها، وهنساله كمان عن كل كواليس الاعمال اللي دخلها وكمان الحاجات اللي بيحضر لها الفتره اللي جايه. استنونا فقره حلوه جدا جدا. حلوه قوي. طيب خلينا بقى نبدا معاكم كده النهارده بموضوع مختلف. ويمكن احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن اي فنان موجود في الوسط الفني سواء في الرسم او في النحت او في التمثيل او في الغنى، دايما بتحس ان انت مع كل وقت وكل فتره جديده لا لازم حد يرجع لك منهم، خصوصا من ضيوفنا اللي ممكن يكونوا دايما بينورونا ويشرفونا هنا في ان بوكس او احنا حتى بنتكلم عنهم، لازم يفاجئونا، لازم يطلعوا كده علينا بحاجه جديده. حتى انت لما تيجي تسمع الخبر تستغربه، يعني حد يجي يسمع مثلا ان في حد ممكن يرسم على قشر الفستق، دي ممكن حاجه برضو تكون صعبه مش سهله قوي انت ممكن تتخيلها. احنا طبعا بنتكلم عن فادي فرانسيس. هو طبعا بيحتفل طبعا باجواء الكريسماس، ويمكن احنا كمان قبل كده لما اتكلمنا معاه في الموضوع كان راسم طبعا عامل مجسمات مصغره ل 100 شخصيه مشهوره حول العالم. يمكن كمان كانت ساعتها حاجه كانت مبهره جدا، وقد ايه ان ده مجسمات مش سهل ان هي تتعمل، كمان خصوصا ان هي بتكون عاليه الدقه جدا في الشكل وفي الجمال. مظبوط كده. يمكن مش بس قشره الفستق اللي قدر ان هو يرسم عليها، ولكن كمان رسم بابا نويل على سن قلم رصاص نحته يعني بمعنى اصح. موضوع محتاج دقه قوي وتفاصيل واكيد مهاره واحترافيه عاليه. عشان كده فادي معانا على التليفون. يا فادي مساء الخير، ازيكم؟ مساء النور، كل سنه وانت طيب. حضراتكم طيبين، شكرا جدا ليكي. فادي يعني قول لنا كده موضوع قشره الفستق وسن القلم الرصاص، حاجات دقيقه جدا يعني، ايه اللي خلاك ان انت عايز او ان انت رسمت عليهم وعملتها ازاي كمان؟ انا يمكن طول الوقت بحب ان انا اجرب كل حاجه جديده. يعني زي ما اتصلتك قبل كده في الحلقه وقلت ان انا تجربه النحت بدات معايا بالصدفه من اربع سنين، فده اداني تحدي ان انا اتعلمها. انا كنت برسم وانا طفل صغير، لكن النحت اتعلمت وانا كبير. فطول الوقت ببقى عندي رغبه دايما ان انا اتعلم حاجه جديده وان انا اجرب حاجه يمكن ما عملتهاش قبل كده. المره دي في الكريسماس حبيت ان انا اكون مختلف، فاقول الناس ميري كريسماس يعني بطريقه مختلفه، هي ان انا ارسم مغاره صغيره جدا على قشره فستق. طبعا هو الرسم على الفستق او لب منتشر في العالم كله، اللي هو رسم المصغرات بيبقى مينياتير لوحات صغيره موجود في العالم كله. بس يمكن انا بالنسبه لي شفت ان الموضوع طبعا تحدي صعب ان انا ارسم اكبر عدد تفاصيل في مساحه صغيره جدا. يمكن انا قبل كده كمان حبيت ان انا يمكن اول محاولات كانت من كام شهر، حبيت ان انا ارسم لوحات لفان جوخ يعني انا عملت كوبي منها على قشره فستق. يمكن ده من الحاجات اللي انا بالنسبه لي كل شويه بحاول ان انا اتطور واتعلم حاجات جديده. كل شويه بتحاول تصعب على نفسك وعلينا وعلينا يعني ان احنا نستوعب ده. بس برضو فادي معلش خليني برضو اعرف منك، هل انت بتستخدم مثلا اي مثلا نقدر نقول نظارات تكبر لك الموضوع او تقدر تشوف تفاصيل اكتر او اي حاجه، ولا الموضوع بيمشي معاك ازاي؟
هو طبعا زي ما انت بتقول هو الموضوع بيبقى صعب جدا طبعا ان انت ترسم حاجه صغيره جدا تبقى ملي او 2 ملي مساحه كمان صغيره جدا. فطبعا بتستخدم عدسه مكدره بتبقى فرش يعني اصغر نوع فرش تقدر تستخدمه يعني ممكن يبقى فيها شعرتين بس الفرشه عشان اقدر ان انا ارسم يعني على حاجه زي قش الفرشه مثلا او كمان ترسم معاك على مساحه صغيره يعني بالظبط. وكمان في تلوين تمثال طبعا ويل الصغير اللي هو موجود على سن القلم الرصاص. فيعني كان بالنسبه لي فكره ان انا يعني التحدي هنا ان انا اطلع التفاصيل. طبعا انت لو كبرت تماما مش هتقدر تشوف التفاصيل زي وهي بعيده طبعا لان طبعا صعب ان انت تبقى ترسم كل التفاصيل، لكن بتدي يعني تاتشات انطباعيه بالفرشه ان انت تبين كل عدد ده من التفاصيل في المساحه الصغيره دي طبعا. اكيد. طيب فادي قول لنا كده اول رسمه اللي هي على قشر الفستق دي اخذت منك وقت قد ايه؟ بنتكلم انا بالنسبه لي يعني دي خدت حوالي يعني ممكن ساعتين زمن يعني. بس كده؟ افتكرت هيقول الموضوع اخد ايام. لا على حسب فعلا التفاصيل يعني في ممكن رسومات تاخد يوم كامل. في رسومات بتاخد يعني مثلا ممكن يعني في الملحوظات اللي انا كنت بعملها الصغيره في حاجات بتاخد 50 ساعه او 60 ساعه اللي هي ملحوظات بالشطار الحراري اللي انا كنت عامل عنها السنه دي يعني معرضي كان في بروكس السنه دي ده كان اول معرض فردي اعمله. يمكن ما طلعت عندكم من كام شهر اتكلمت عن المعرض ان انا عرضت فيه اعمال متنوعه سواء في التصوير الفوتوغرافي او في الرسم بالضوء وفي المنحوتات. فانا يمكن كل شويه ببقى متنوع حتى في الادوات الفنيه اللي عندي ما بين الرسم والنحت والتصوير والرسم بالضوء وبحاول كل شويه ان انا اضيف يعني مهارات او سكيلز جديده عندي. بص يا فادي انا عمال اشوف الصور انا عارف اصلا ان الصور اللي انت مصورها وجايه لنا دي بتبقى مكبره الموضوع شويه يمكن هو يكون على الحقيقه اصغر. لا هي اكيد أصغر. الناس مستوعبه فكره قشره الفستق اصغر بس احنا يعني الموضوع باين لنا ان احنا باين الحاجه قدامنا واضحه جدا صح. فالحاجه دي بتبقى صغيره جدا انا برضو مش قادر اتخيل انت ازاي قدرت ترسم على قشره الفستق وبرضو لا هو ايه القلم اللي سنه أيوة رفيع لدرجه ان انت ترسم على قشره فستق وخدت منك وقت قد ايه؟ يعني هو قال ساعتين هي الرسمه اللي باينه النهارده ولا لوحه ظهر قدامي على الشاشه احنا شايفين كنا شايفين الصور ظهرت قشره الفستق وظهر كمان بابا نويل على القلم الرصاص بالظبط بابا نويل على القلم الرصاص. انا بالنسبه لي زي ما قلت لحضرتك ان انا اول حاجه بعملها لما باجي ارسم اي رسمه بعمل اوت لاين بيبقى صغير جدا يعني عشان طبعا الابعاد بتاعت الرسمه على المساحه صغيره. بعد كده ببتدي ان انا احط بقى التاتشات دي الوان الاكريليك. يمكن الالوان الاكريليك دي ميزتها ان هي بتنشف بسرعه بس طبعا فيها صعوبه ان اي تفاصيل بتتعمل بيبقى صعب تعديلها لانها بتنشف بسرعه. فبالتالي احيانا كتير واحد هو بيرسم ممكن يحدث خطا مثلا او يحصل ده فيعيد تاني. لكن يمكن دي جت معايا من اول مره وخدت مده ساعتين. ايوه بالظبط انا لسه كنت اقول لك بقى موضوع قشره الفستق جت معاك من اول مره على طول عدت بسلام ولا يعني بالنسبه لي يعني انا كل شويه بحاول ان انا زي ما قلت لك ان انا اجرب حاجه جديده او ان انا استخدم اداه جديده. فبالنسبه لي يعني انا كل سنه بحاول ان انا اعمل عمل فني في فتره الكريسماس دي. يعني انا السنه اللي فاتت عملت كان بابا نويل باستصال حراري. السنه دي عملت يمكن ثلاث اعمال بابا نويل باستصال حراري وعملت بابا نويل على سن قلم رصاص ورسمت مغاره على الفستق. فكل سنه بحاول ان انا يعني اللي هو زي بقول الناس مثلا هابي نيو يير او في فتره الكريسماس بطريقه مختلفه ميري كريسماس بطريقه مختلفه عن طريق الاعمال الفنيه يعني. فهي الفكره ان الواحد يمكن بس بحاول ان انا يمكن كل شويه ان انا دايما الفنون هي الحاجه اللي بقدر اعبر بيها يعني او ان انا اقدر كمان في نفس الوقت الواحد بيكون ان انا بالنسبه لي مهما اختلفت الادوات المهم ان الواحد ان هو يتقن الشيء طبعا. فانا بالنسبه لي طول الوقت بحاول ان انا اجرب يعني انا فن المينياتير في النحت سواء بالصلصال او في الرسم. يعني يمكن انا السنه دي عملت في المعرض بتاع بروكس التمثال يوم دافنشي الصغير ورسمت جنبه لوحه الموناليزا مع التمثال. فبالنسبه لي شايف ان فكره الرسم الصغيرات او النحت طبعا بيبقى اصعب ممكن بكتير من نحت تمثال كبير او مدرسه لوحه كبيره طبعا. لان التفاصيل اللي انت تجمع عندك كده تفاصيل في مساحه دقيقه جدا ده بيبقى شيء صعب طبعا. بس هو طبعا ده بتبقى موهبه من ربنا بيبقى الواحد طبعا اهم حاجه ان هو يشتغل على نفسه طول الوقت. اكيد. فادي انت كمان احتفلت بكاس العالم كنا لسه شايفين صوره معانا برضه المجسم صغير لكاس العالم.
مظبوط. ده عملته يعني حجمه تقريبا قد ايه، وعملته في وقت قد ايه، والماتيريال كمان اللي انت استخدمتها ليه؟ ده معمول باستئصال حراري. خد مني ساعات طبعا، شغل 5 6 ساعات، هو حجمه صغير جدا. بعد كده في زي لون ذهبي، طريته بلون ذهبي عشان يدي واقعيه ويبقى شبه كاس العالم. عملت كمان كام رسمه لليونيل ميسي، اللي انا سعيد طبعا ان هو بياخد اول كاس عالم دي، يعني انا بعتبر ان ليونيل ميسي. استنى، انت دي عاملها ازاي؟ اللي هي ميسي كاس العالم؟ ميسي. لا ليونيل ميسي ده رسم الموجود عندكم، دي صور، في واحده رسمتها بالوان في مصر، واحدة تانية بالالوان الميه الاكواريل. لكن اللي هو كمان في كمان ليونيل ميسي عندكم في صوره، ما اعرفش اذا كان معروضه ولا مستنار قدام الصور، لكن في واحده معموله كمان بيرسم بالضوء، في واحده معموله ايوه، في واحده حسيتها منوره شويه. بالظبط. دي عملتها ازاي؟ دي بقى معموله بمجسمات ورقيه، وبرسم وراها بكشافات الاضاءه قدام عدسه الكاميرا، ده اللايت بينك، ودي اللي يمكن يعني الرسم. لا استنى، انا مش فاهمه، انت متعقدنا يا فندم. انا مش فاهمه. واحده واحده. الرسم بالضوء هو نوع من الفنون موجود من بدايه القرن العشرين، ويمكن بيكاسو استخدمه، وهو بيبقى بالرسم بالكشافات قدام عدسه الكاميرا. انا لما في 2016 بدات، او 2015 بدات احترف التصوير الفوتوغرافي، فحبيت ان انا اتعلم نوع من الفنون يمزج ما بين الرسم والفوتوغرافيا، فكان بالنسبه لي تعلم اللايت بينتنج اتعلمته بشكل شخصي. يعني ده بيبقى الرسم في غرف مظلمه لمده اللوحه بتبقى 30 ثانيه. طبعا في التصوير بيبقى اللي بيعرف في التصوير بيعرف ان في شتاتر وفتحه العدسه والايزو، فلو الصوره انتقلت في 30 ثانيه الاضاءه اللي بتعدي بالكشافات بتعمل كانك بترسمي لوحه بالظبط في الهواء. فانا حبيت ان انا اضيف للفن ده، فبدات ادخل معاه مجسمات ورقيه عشان تعمل الاوت لاين. فانا عملت ميسي ده مثلا بالمجسمات الورقيه، وبدات ان انا اعدي كشافات الملونه مثلا او من اضاءات الموبايل الملونه من وراه علشان الونه ويدي التفاصيل اللي هي ظهر حضراتكم دي. دي بتتم الرسم ده. انت عامل حاجه صعبه. بالظبط، خصوصا ان هو بيتكلم عن عن الاضاءه دلوقتي. يمكن احنا الاضاءه على ايام الدراسه بتاعتنا كانت الاضاءه يعني مثلا بنعمل بتكوين، بنعمل حاله دراميه، الالوان بتدل على حاجه، حاجات زي كده. لا هو قال لي لا، ده الموضوع دلوقتي رايح في رسومات بالاضاءه، فده موضوع متطور قوي ما شاء الله. هو اللايت بينتنج يعني انا بالنسبه لي يمكن دي من التجارب بعتبرها مهمه جدا، ان خصوصا في اضافه المجسمات الورقيه. بالنسبه لي يمكن اللايت بينتنج اتكلمت عنه عدد من كاس الانباء العالميه، وانتشر يعني حتى لما رحت المعرض، لما عملت المعرض بتاعي في بروكسل الناس اشارت بلوحات الرسم بالسوق. يعني كمان كان اول معرض اعمله كان في دار الاوبرا المصريه اشترك فيه، كان معرض اسمه الشكل، كان اول مره يظهر فن رسم الضوء ان انا اعمله في معرض، وعملت تجربه لايف ان انا رسمت قدام الكاميرا قدام الجمهور كان ساعتها. فده من الفنون اللي انا بالنسبه لي يمكن ان انا بحبها. يعني يمكن الناس مهتمه ممكن بالرسم ممكن او بالنحت، فالرسم بالضوء مش من الفنون اللي هي منتشره قوي يعني، لكن دي من الفنون اللي انا بحبها طبعا، وان انا بحب الفوتوغرافيا والرسم الاثنين على فكره، يعني سواء الفوتوغرافيا والرسم والنحت في النهايه، وكلهم يندرجوا تحت بند مصطلح الفنون التشكيليه يعني. يعني ف يمكن دي من الحاجات اللي انا يمكن بحبها في الرسم بالضوء. فكان دايما ميسي بحتفل بان هو كسب اول كاس عالم ليه، ان انا اعمل رسم بالضوء، ان انا اجيب المجسمات الورقيه دي وارسم وراها بالكشافات. حلوه قوي. طيب انت برضو شغلك في المجسمات لسه مستمر، وكنت دخلت معرض من قريب مظبوط؟ مظبوط، ده كان في بروكسل. كنت عرضت جزء من، كنت اتعرض من التماثيل، بس هو معرض بروكسل كان معرض شامل، بس التماثيلات كان معرض صور ورسم ضوء ومنحوتات. لكن انا خلال السنه الجديده ان شاء الله هيكون في يعني عدد من المعارض ان شاء الله، سواء في مصر او بره مصر، عن مشروع 100 شخصيه بالاستئصال الحراري اللي انا بداته من 2018. انا عامل حوالي 100 منحوته في طريقه الكريكيتير. انت مستمر بالمجسمات يعني يا فادي؟ مظبوط، هي انتهى اوريدي بالفعل المشروع بعدد من المنحوتات حوالي 300 منحوته. يعني ده مشروع 100 شخصيه بالاستئصال الحراري، ويمكن المشروع ده هو اكتر حاجه يمكن انتشرت في مجال الميديا يعني. مظبوط، على السوشيال ميديا هنا او بره، فعلى السوشيال ميديا او حتى يمكن وكالات الانباء نشرت عنه مشروع 100 شخصيه بالاستئصال الحراري. فعشان كده ان شاء الله يكون في السنه الجديده يعني ان يبقى فيه اكثر من معرض. هو كان المفروض يعني في 2021 هيبقى فيه كذا معرض، والسنه دي في اوروبا وكده، بس تاجلت المعارض بسبب كوفيد وقتها وكده. لكن انا كمان
حابب اقول ان انا يمكن استغليت فتره سنه الكوفيد دي ان انا اعمل فيها اكبر عدد من التماثيل. يعني عملت حوالي 67 تمثال في سنه الكورونا اللي كنا قاعدين فيها في البيت، صح. والفتره اللي ما كانش فيها نزول، فانا عملت حوالي 67 تمثال في السنه دي، ودرست النحت حتى اونلاين. انا بدات اتعلم النحت اكثر واتطور، فزي ما قلت لكم ان انا طول الوقت حريص ان انا اتعلم واتطور طول الوقت. هايل هايل، حلو قوي والله يا فادي. يعني يمكن خصوصا موضوع المجسمات ده، يمكن كمان زي ما انت بتقول ان هو فعلا مميز جدا، واحنا بنشوف كمان صوره على السوشيال ميديا. بس برضو خليني اعرف منك حاجه كده برضو سريعا، انت بقى في الفترات اللي جايه هل في حاجه انت دلوقتي بتحضر لها هتفاجئنا بيها، هل ولا انت مركز في موضوع المجسمات دلوقتي اكتر، ولا الموضوع ماشي معاك ازاي؟ انا بالنسبه لي زي ما قلت لك ان انا بستخدم كل الادوات اللي عندي في السوشيال ميديا دلوقتي. يعني في التصوير الفوتوغرافي، يعني انا لسه كنت حصلت على المركز الثالث في مسابقه الصوره الصحفيه، كانت تبع شعبه المصورين، بصوره صورتها في باريس، ده كان من حوالي 4 ايام. يمكن في التصوير الفوتوغرافي حابب ان انا كمان اتطور فيه بشكل كبير. في الرسم طبعا واللوحات الزيتيه، ان شاء الله يعني يكون خلال السنه دي في منتج كبير جدا في الرسم. بالنسبه للنحت، يعني بعد عرض المعرض ان شاء الله هيكون في اخطار طبعا ثانيه كتير جدا غير فكره البيت الشخصيه. بالنسبه للرسم بالضوء، انا كمان بدات ان انا احط افكار لتطوير الرسم بالضوء نفسه، سواء في تكوين الرسمه او في ان انا احط كمان اساليب جديده في الرسم بالضوء. ف بالاضافه طبعا للنحت طبعا ومع الرسم كمان على المينياتير، فانا يعني يمكن السنه الجديده دي بالنسبه لي حابب ان انا احط خطوات بالعكس اكثر من كده بكتير. يعني انا شايف ان انا لسه ما حققتش يعني 5% من اللي انا عايزه في الفنون، يعني فطول الوقت ببقى حريص ان انا اتطور وان انا اتعلم، وكمان درست تصوير الفيديو بحيث برضو ان انا اطور واحط الاعمال بتاعتي. انت قاعد تتوسع يا فادي، يعني ما شاء الله انت بقيت مصنف كده او مقسمهم فئات معينه وكل حاجه حابب ان انت تعمل فيها انجاز. يعني ربنا يوفقك كده ان شاء الله وتحقق كل اللي نفسك فيه. نورتنا جدا جدا، وكل سنه وانت طيب مره ثانيه. شكرا ليك يا فادي، نورتنا. شكرا جدا، نجاح ليك ان شاء الله. شكرا يا فادي، نورتنا. طيب دلوقتي اتكلمنا عن المجسمات وعن ازاي كل واحد ممكن ان هو يعبر عن نفسه او يحتفل ازاي بنهايه سنه وبدايه سنه جديده. دلوقتي برضو الموضوع مش بعيد قوي عن نهاية السنة، دايما كده في آخر كل سنة بنبقى حابين نعرف إيه أكتر حاجات الناس دورت عليها، إيه أكتر الموضوعات الناس كانت مهتمة بيها وعملت عليها سيرش على جوجل. فعشان كده النهاردة حابين إن احنا نقول لكم عن أكتر الحاجات اللي الناس المصريين بالتحديد، مش كل العالم طبعا، المصريين بالتحديد أكتر الحاجات اللي عملوا عليها سيرش. حلو، ده كتير. حاجات كتير قوي، خلينا كده نبدا فيها كده مع حضراتكم كلمات ويمكن البحث كمان الأول. كلمات البحث، يعني نبدا بالتقيل بقى وبعدين ننزل كده بالحاجات التانية. كانت اول حاجه كاس العالم منتخب مصر، كاس امم افريقيا، تسجيل لقاح كورونا، كسوف الشمس، مؤتمر المناخ، زلزال اليوم، وحرب روسيا واوكرانيا. حلو قوي، حاسه ان اغلبهم حاجات كرويه يعني. بعد كده أكتر صح. الشخصيات اللي الناس دورت عليها أو عملت عليها سيرش، كان أول حاجة طبعا الطفل ريان الله يرحمه، وكمان عن الفنانة ميار الببلاوي، الفنان هشام سليم، الفنانة شيماء جمال، وجورج الراسي، وسمير صبري، شيرين أبو عقلة، ورضا حجازي، شيرين عبد الوهاب، وجلا فهمي. بالظبط، ويمكن كمان من ضمن الاغاني اللي كانت واخده طبعا اكتر بحث على مواقع التواصل الاجتماعي، الغزاله رايقه، ست وانا، شيماء البخت، يا حبيبي عليك عيون، انت الحظ، والساعة بدات احس ان انا هغني. لو جاي في رجوع انساني وش جابك قول لي وش جابك. المدة سكر جنابك. فعلا اكتر اغاني كانت مسموعه السنه اللي فاتت، واكتر اغاني عملت حسهم كلهم كمان مبهجين كده. الناس كانت محتاجه البهجه شويه، حتى لو جاي في رجوع بتاعت فريد هي يعني فريد. يعني برضو نفس الموضوع، يعني هي الكلمات كئيبه طبعا، بس هي احنا بنحبها وبنضحك وبنسقف اللي هو مش عارف ايه اللي بيحصل. عشان الناس عملت عليه. لا والله، والله ده موضوع غريب قوي. طب دي بيترقص عليها ازاي؟ الناس كمان عملت
عليها حاجات كتير قوي على التيك توك، فيمكن ده ساعد طبعا في انتشارها اكتر. وبالنسبه بقى للمجال الرياضي، اكتر الحاجات اللي الناس دورت عليها كان منتخب مصر ومباريات كاس العالم وكاس امم افريقيا، مصر والسنغال، مانشستر سيتي ضد ليفربول، والاهلي ضد سان داونز، كرويه 100%. كوريا الجنوبيه ضد مصر، والرجاء ضد الاهلي، والاهلي ضد الزمالك، وقول انت اخر واحده ليفربول ضد بورنموث. ده مين ده بقى؟ بيلعب ده برضو فيه؟ ده في كله دوري انجليزي، ما تقلقيش. اوكي ماشي، ماليش دعوه، انا بشجع ايوه مصر وخلاص. انا بشجع مصر وعلى لا بورنموث من ضمن الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي. طيب نيجي بقى للحاجات بقى المسلسلات بقى. حتتك بقى. حته بقى بتاع الساحه دي بتاعتي. ايوه. مسلسل توبه انا وهي، الاختيار تلاتة، ابو العروسه الجزء الثالث الكبير قوي. انا كنت فيه الحمد لله. الكبير قوي الجزء السادس، المشوار، كنت في البيت تاني. بيتي ايه؟ كنت في حاجه تانية في دول؟ لا لسه كنت لسه فيه. لسه ماشي. المداح الجزء الثاني، العائدون، وبس. طيب انت بقى استنى، انت ايه اكتر الحاجات اللي انت مش طبعا مش هنفتكر كل الحاجات اللي احنا سرشنا عليها، بس ايه اكتر الحاجات اللي انت فاكرها وكنت مهتم بيها او عايز تعرف عنها اكتر خلال السنه؟ يعني بصي، اكتر من اكتر الحاجات اللي كنت دايما بقى ممكن ادور عليها كان خصوصا فتره ماتشات تاهيل من مصر لكاس العالم ولا لا، والحاجات دي والاخبار دي شويه، دي كانت من ضمن الحاجات، واخبار ممكن تكون المسلسلات والحاجات دي اللي بقعد ادور قاعد ادور عليها اكتر. دي الحاجات اللي انا كنت والعربيات. اوكي. بالجانب اللي عارف بقى سوق السيارات راح فين، جه منين، الجديد ايه اللي هيخش ايه مش هيخش، حاجات زي كده. حلو حلو. بس انت حلو. بقى ايه اللي انت كنت بتدور عليه؟ اكيد اكيد مش هفتكر، بس اغلب الحاجات يعني طريقه عمل الحمص للرضع، طريقه عمل افتحي التيك توك بقى، انت افتحي التيك توك اللي مش عارفه ايه للرضع، طريقه يعني طرق عمل عامه الاكل بتاع البيبي. النشاط اتغير حضرتك. عليكم. حاضر. و حاضر. حاضر. وكان درجات الحراره برضو هو مهتم بيها حاليا. ودرجات الحراره ما بيننا وما بين الدول ما تفهمش ليه. وكان سعر الدولار، وكان ايه تاني اكتر حاجات، دول اللي انا فاكراهم حاليا. وطبعا لو عندنا فقره ومحتاج اعرف عنها تفاصيل اكتر، دي من الحاجات برضو اللي بعمل عليها سيرش، بس اكيد مش هبقى فاكره حاليا. ايوه صح بس صح. بس لا حلو الموضوع. سلام عليكم. احنا على السلام عليكم. صح خلاص. السلام عليكم. يلا بينا. طيب يا جماعه خلينا كده نطلع الفاصل ونستقبل بقى ضيفنا الجميل طارق توفيق عشان نعرف عنه طبعا، عن مشاركاته في كل المسلسلات اللي فاتت وكمان اهم اعماله الفنيه في الفتره القادمه بعد الفاصل. خلال الفترة الأخيرة ممكن يكون على الساحة الفنية طبعا في مختلف المجالات ممكن يكون ظهر مواهب كتير جدا متعددة، ويمكن زي ما احنا عارفين ان دايما في مواهب يعني لا تعد ولا تحصى في مصر. لكن لو بنتكلم عن المسلسلات وعن الدراما، في طبعا نجوم شباب صاعدين كتير جدا بيقدروا ان هم يخطفوا المشاهد، هو قاعد بيتفرج ويخطفوا الكاميرا، ويمكن كمان كلمة خطف الكاميرا ان هو بيكون مميز جدا رغم ان ممكن يكون ظهوره مش متعدد على مدار المسلسل، ويمكن كمان دول بيكون ليهم دور كبير جدا ومؤثر جدا ما يقلش تماما عن اي نجم. فاحنا لما بنتكلم عن المواهب الشباب فضيفنا النهارده هو من المواهب الشباب اللي قدر طبعا يكون ليه مشوار فني جميل جدا وكمان لسه قدامه مشوار طويل، فهو معانا النهارده علشان نقدر نعرف منه ايه هي بقى البدايات كانت معاه ازاي، وايه كمان اهم اعماله في الفتره اللي جايه. خلينا كده نرحب مع حضراتكم طبعا بطارق توفيق. ازيك يا طارق؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا طارق؟ منورنا. الاخبار عامل ايه؟ ربنا يخليك. منورنا. كل سنه وانت طيب. كنت طيب. كل سنه وانت طيب. انت طيب طارق. يعني واحنا بنتكلم قبل ما نبدا كنت بقول بنتكلم على فكره البدايات عامه، وانه اغلب الفنانين بداوا مشوارهم مثلا يقول لك مسرح المدرسه، مسرح الجامعه، من وانا صغير، الحاجات دي كلها. انت قلت لي بدايتي كانت مختلفه. تمام. بدات ازاي بقى؟ والله انا البدايه بتاعتي يعني كنت من خلال السينما الامريكيه اكتر. كنت متابع للسينما الامريكيه بالذات افلام الاكشن.
كان من اكتر الابطال اللي بحب اتفرج عليهم ارنولد شوريزينجر، فان دام، سيلفستر ستالوني. الناس دي اثرت فيا بشكل كبير جدا ان انا يعني احب التمثيل وبالذات في مجال الاكشن. الاكشن وفي نفس الوقت الموضوع ده هو اللي خلاني اهتم بالرياضه. يعني هو اللي خلاني احب ان انا عايز ابقى يعني جسمي قوي، عايز ان انا يبقى عندي عضلات زيهم. كنت بشوفهم دايما قدامي ومتابع كل افلامهم. فده كان اكتر حاجه اثرت فيا بشكل يعني مباشر ان انا اهتم بالرياضه وان انا ابقى نفسي في يوم من الايام ابقى زيهم. حلو. اقدر امثل زيهم كده. حلو. اول خطوه بقى كانت فين وامتى؟ اول خطوه كانت جت عن طريق الصدفه بصراحه. كنت رايح اقابل ناس صحابي فكانوا بيعملوا كاستنج. كان ده الاول في مجال الموديلنج؟ مجال الموديلنج. اوكي. فساعتها كان في كليب كده، كان فنانه كانت مطربه، فروحت عشان اقابلهم، فحد شافني من المساعدين فانت اتاخرت ليه كده، وراح واخدني داخل بيا جوه مكتب. دخلت انت هتسلم على اصحابك اصلا؟ حد من المساعدين اللي اخرج قال لك اتاخرت ليه؟ زي ما بقول لك كده والله. فدخلت فقالوا له ما دخلتوش ليه من بدري دوت، انا مش فاهم حاجه يعني. ففي ايه يا جماعه، احنا بنصور كليب وعايزينك معانا في شطات وهتبقى انت لايق فيها وكده. جت البدايه من هنا بقى. اوكي. عرفت بقى ان في كاستنج وان انا اروح اعمل كاستنج. بقيت بقى اروح للايجنسيز كلها اعمل كاستنج، وواحده واحده بقيت اعمل اعلانات كتيره. عملت اعلانات لكبرى الشركات التجاريه. اوكي. والاثناء دي كنت باخد ورش تمثيل، لان برضه عشان حلمي الاساسي التمثيل. كان التمثيل. طيب خلينا بقى نروح للتمثيل. تمام. هو كان الحلم. تمام. الاساسي. يمكن كمان انت شاركت في اعمال كتير، يمكن كان من اهمهم طبعا اللي واخد صدى كبير جدا مسلسل الاختيار. احكي لنا كده تفاصيله، ترشحت ليه ازاي؟ الفرصه جات لك ازاي؟ مسلسل الاختيار من اول جزء انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت نفسي اشارك فيه. وما حصلش نصيب. لما عرفت ان في جزء تاني ابتديت اسعى ان انا اعرف مواعيد الاوديشنز وكده، لغايه لما في صديق ليا يعني انا بشكره برضو على الهواء، هو عرفني ميعاد الاوديشن. ورحت عملت اوديشن على مشهد صغير كده في فضة اعتصام رابعه. فبقيت ادعي ربنا ان انا يعني ياخدوني. فبعد فتره الكاستنج دايركتور ابراهيم فرج كلمني. قال لي انا عايز صور ليك من غير دقنك. قلت له مفيش مشكله، بعت له صور ليا من غير دقني. فساعتها بعديها كلمني قال لي انت فيك شبه كبير جدا من شهيد من الشهداء، وتم ترشيحك ان انت تعمل الدور بتاعه اللي هو الشهيد النقيب عمرو صلاح رحمه الله عليه. الف رحمه. الله يرحمه. شهداء ماموريه الواحات. وبالفعل ابتديت معاهم وصورت، وكنت كان اول تصوير ليا مع الفنان احمد مكي. اوكي. كانت مداهمه. هنيجي للموضوع احمد مكي ده، عشان يمكن في ناس بتقول ان انت شبهه في الشكل. هنيجي للنقطه دي، بس خليني الاول اتكلم عن تفاصيل الدور ده. انت استعديت للدور ازاي، وخصوصا ان انت عرفت ان انت تواصلت مع اخو الشهيد وكلمت معاه عشان تعرف تفاصيل الشخصيه اكتر؟ عملت ايه تاني يعني؟ استعديت له ازاي، وايه اللي انت كنت حريص قوي ان انت تظهره في شخصيته؟ انا استعدت للدور ان انا دخلت اول حاجه على النتورك، كتبت اسم الشهيد، ابتديت اقرا عنه. ابتديت اتواصل مع اصدقاء لي. حلو. يعني عن طريق برضو اصدقاء ليا في مجال الشرطه وكده، وتواصلت مع اصدقاء لي وعرفت عنه كتير، وتواصلت مع اخوه ومع اهله. فلميت على قد ما اقدر يعني الجوانب بتاعت الشخصيه بتاعته. وهو كان شخص الله يرحمه يعني كان شخص طيب جدا، وكان شخص يعني كفء جدا في الخدمه بتاعته يعني. يعني نحتسبه طبعا عند الله من الشهداء. الله طبعا. الله يرحمه. طيب خلينا بقى نروح معاك لحته احمد مكي. يمكن كمان انت قلت يعني ان انت كانت اول مشاهد ليه كانت مع الفنان الكبير طبعا احمد مكي. خلينا برضه تفاصيل تعاونت معاه ازاي، وموضوع الشبه اللي بيقال. يمكن كانت لسه نوره بتقول ان في شبه شويه في الصور، في الشكل، في الحقيقه، في الصور. يعني هو ممكن يكون بس عارف اللي هو انت عشان حالق زيه، او ليك ستايل متشابه شويه، فممكن يكون مدي نفس. احكي لنا كل التفاصيل الحاجات دي. الفنان احمد مكي طبعا يعني انا بحبه جدا من قبل ما اشتغل معاه، ولما اشتغلت معاه لقيته فنان متواضع جدا وقمه في الاحترام، وبيدي طاقه ايجابيه لكل اللي حواليه. صح. وبيساعد كل اللي حواليه. فانا اول ما ابتديت يعني اول ما رحت اول يوم تصوير كنا في الدراسه، قالوا لي انت اول مشهد ليك مع الفنان احمد مكي. فببص لقيته قدامي، فساعتها دخل سلم عليا وكده، وقعد يحفزني ويحمسني، لان كان طبعا في تدريبات كتيره اللي هي تدريبات بتاع التحركات بتاع ضباط الشرطه وكده. الاختيار اتنين صح؟ الاختيار اتنين. كنت لسه بقى يعني متمرن عليها مؤخرا قبل التصوير بحاجات بسيطه، فكان في سن التوتر،
من حته التحركات بتطلعش مظبوطه. اه طبعا صح. فقعد يحمسني واداني طاقه ايجابيه كبيره جدا. في وسط العماير، مداهمات اللي في وسط العماير، في وسط الاهالي. ده حقيقي. وربنا كرم ساعتها وعملنا مشهد جميل ونجحنا الحمد لله. الحمد لله. هو بقى لما قابلته هو اخذ باله ان انتوا ممكن تبقوا شبه بعض ولا؟ هو اخذ باله، ولان انا كمان من فتره كبيره قوي قابلته في شركه انتاج. وكان لينا صديقة يعني هي اللي نبهته للموضوع ده. اوكي. فقالت له على فكرة شبهك جدا وكده. فقال لها فعلا ده في شبه كبير مني، وخد الموضوع بضحك. فلما قابلته بقى في التصوير فكرته افتكر. فقال لي شوف بقى هو لينا نصيب ان احنا نشتغل مع بعض وكده. هو فنان جميل. ممكن نجم تاني يعني برضه ممكن لو شاف حاجة زي كده مثلا شبه او كده ممكن يتضرر منها. لكن الفنان احمد مكي بصراحة انا لقيته بيدعمني، لقيته بيديني طاقة ايجابية، لقيته بيحمسني. واشتغلت معاه في عمل تاني هينزل قريب ان شاء الله. حلو. ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا استنى ما بنقولهاش كده ونجري. بنعرف تفاصيل بقى. ايه العمل؟ والله هو انا مش عايز احرق العمل بس. ما تحرقش العمل يعني. قول مسلسل، فيلم. لا هو كليب. اخراج مين؟ هو كليب. اخراج الاستاذ احمد مكي. حلو. وان شاء الله هيبقى دعايه للمسلسل الجديد يعني. اوكي. طب في رمضان؟ هو الكليب هينزل ان شاء الله قبل رمضان. ماشي خلاص. تمام. مش هضغط عليك. مش هنضغط عليك اكتر من كده. مع ان ممكن نضغط بس بلاش. طيب قول لي بقى يعني يمكن بيتر ميمي ناس كتير قوي بتتكلم عن الشغل معاه وعن كواليس الشغل معاه وقد ايه هو شخص يعني بروفيشنال وبياخد باله من كل التفاصيل. انت ده اول تعامل مع بيتر ميمي ولا كان اول تعامل مع دكتور بيتر في الاختيار؟ حلو قوي. ايه بقى ايه هو ايه شخصيته عامله ازاي؟ اتعامل معاك ازاي؟ كواليس الشغل معاه؟ والله دكتور بيتر يعني انا اول تصوير اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي كان مع الفنان احمد مكي كان معانا الاستاذ خيري سالم مخرج الوحده الثانيه. فساعتها ما اتشرفتش ان انا اشوف دكتور بيتر. بس قابلت دكتور بيتر في ثاني تصوير كان في مسجد الشرطه، كان في المفروض العزاء. فدكتور بيتر بصراحه يعني حد انا بحب الشغل معاه. اوكي. مفيش خالص حته ان ممكن يوتر اللي حواليه او كده، لا هو بيتكلم مع الممثل بيعرفه هو طالب ايه، محتاج منه رياكشنات ازاي. يعني بصراحه يعني انا ما حسيتش خالص باي نوع من القلق والتوتر مع دكتور بيتر. بالعكس كان بيحمسني، كان بيديني طاقه ايجابيه، كنت ببقى داخل عندي حماس ان انا اعمل المشهد بتاعي على اكمل وجه عشان ابسطه، وبالفعل ده اللي حصل. حلو قوي. الحمد لله. حلو قوي ده. يعني طبعا دكتور بيتر زي ما كانت فعلا نوره بتقول لي يعني ان هو فعلا من اهم المخرجين طبعا على الساحه الفنيه، ويمكن كمان معظم اعماله هي من الاعمال المعقده اللي مش سهل تجسيدها، خصوصا زي اعمال الاختيار طبعا وكل الحاجات اللي شبه كده. طيب خلينا نتكلم برضو عن جانب تاني، تعاملك مع نيلي كريم وعمرو سعد، خلينا برضو نعرف ده إيه التفاصيل. مسلسل الجسر. ده مسلسل الجسر كان مع دكتور بيتر. مع دكتور بيتر مظبوط. اشتغلت مع دكتور بيتر في مسلسل الجسر والفنانه نيلي كريم، كنت طالع انا دور الحارس الشخصي بتاعها ودراعها اليمين، وتم ترشيحي برضو بعد مسلسل الاختيار. هو طبعا كان دكتور بيتر عارف ادائي ازاي وكده، فكان الموضوع بالنسبه لي اسهل ان انا يتوافق عليا في الجسر. مجرد ما تترشح هيكون عارفك في تمام. فالتصوير كان صعب بصراحه، كان ممكن يبقى اصعب من الاختيار كمان. لان احنا كنا بنصور كان مسلسل حرب يعني اشبه بحرب كده شويه. المسلسل بيدور في اطار فانتازيا شويه. ان هو بعد انتهاء العالم وبنرجع للبدائيات تاني، وعصابات مسلحه بتقودها دليله اللي هي الفنانه نيلي كريم. وعمرو سعد بيحاول ان هو ينقذ ابنه يعدي بيه عن طريق الجسر. فقصه كده فانتازيا. فكنا بنصور ساعتها في مكان مصنع الحديد والصلب في التبين. الجو في المصنع صعب جدا، حر طبعا، غير حر كمان في الريش اللي هو بتاع الحديد دوت صعب، حتى مدير التصوير تعب واتنقل لنام مركزه ساعتها. فكلنا كنا تعبنا، وكان كل الكرو كان بيقول الاختيار كان اسهل من تصوير الجسر. بس الحمد لله عملناه ونجح الحمد لله. حلو. كان عايز اقول لك التفاصيل دي ما بتبانش على الشاشه. انا شفت يعني طبعا لسه ما كملتش المسلسل، بس شفت كام حلقه منه في الاول، فهو لا باين انه الاجواء كانت صعبه مش شاقه يعني. بالظبط كده. طيب نيلي كريم بقى وعمرو سعد، ايه كواليس الشغل معاهم؟ الفنانه نيلي كريم يعني من اهم الفنانات في الوطن العربي. اكيد طبعا. وفنانه جميله عمر. وطبعا استفدت من الشغل معاها، لان انا كان اكتر مشاهدي مع الفنانه نيلي كريم. بتحب اللي حواليها، لاحظت عليها ان هي بتخاف دايما على اللي حواليها، بتخاف على كل الناس.
يعني لو في حد معدي جنب حاجه مثلا في ممكن تعوره ولا كده، خد بالك. بتدي طاقه ايجابيه للناس كلها اللي حواليها، بتحترم مواعيد التصوير جدا. والفنان عمرو سعد نفس الموضوع، الفنان عمرو سعد برضو ابن بلد. بتعامل معاه بحس ان هو منك. هو بيبان عليه، انا بحسه كده يعني. خلي بالك في حاجات بتبان على الشاشه مهما مهما كنت انا بحسه هو من الشخصيات دي. هو والفنان ياسر جلال بصراحه يعني طبعًا. انا حسيت الموضوع ده معاهم جدا. متواضعين قوي، ولاد بلد، وتحس ان هم قريبين منك كده. ده حقيقي، ده حقيقي. واتبسطت قوي بالشغل معاهم. احنا شايفين صور ليك، كان في صوره ليك مع نيلي كريم، ودلوقتي مع عمرو سعد. دي مع الفنان عمرو سعد. ده عند الكرفان بره. شفت انا مذاكر ازاي؟ زملاء بقى. طيب قول لي يا طارق كده، شغلك بقى في مسلسل المماليك، تمام، احكي لنا كده عن الدور اللي انت كنت عامله، وبرده عن تفاصيل العمل. انا المسلسل ده بحبه جدا لان لعبت فيه دور بعيد عن الاكشن شويه. لعبت فيه دور رجل اعمال فاسد، فكان نفسي ان انا اعمل حاجه تبقى بره اطار الاكشن، لان دايما محصور في اطار الاكشن بما اني رياضي وجسمي والهيئه بتاعتي وكده. فالمسلسل دوت ليا صديق برضه بشكره، كابتن محمود بويكا، ده مدرب ام ام اي، كان بيدرب الفنان رامي غيط. فهو يعني من نفسه بصراحه كلم ساعتها الفنان رامي غيط، قال له انا ليا صديق بيمثل وشاطر وموهوب وكده، فلو في فرصه حضرتك مثلا تعرفه معاد اوديشن او اي حاجه بخصوص اي عمل فني وكده. قال له انا بالفعل شغال في مسلسل اسمه المماليك، وممكن اوصله بالكاستنج دايركتور ويشوف، لو في لسه مثلا شخصيات في المسلسل ما اتسكنتش ومناسبه ليه ممكن. فبالفعل خلاني اتواصلت مع الكاستنج دايركتور، واخدت دور اللي هو خليل العمري، رجل الاعمال الفاسد. وعملت كم مشهد لزاز قوي في المسلسل. حلوة قوي يعني. طيب لو هنتكلم بقى مع تعاملك برضو مع المخرج حازم فوده، احكي لنا تفاصيل كده، اتقابلتوا ازاي، اتعرفتوا على بعض ازاي؟ انا برضو عشان اكون صريح مع حضرتك، انا صورت مع المخرج الوحدة التانية استاذ محمد الرشيدي. تمام. ما تشرفتش بلقاء استاذ حازم فوده، بس هو لما شاف شغلي جالي يعني من ناس شغاله ان هو عجبه الشغل بتاعي وكده، واتمنى ان انا ان شاء الله اشتغل معاه تاني واتشرف بيه ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. طارق يعني انت، انا شايفاك ان انت محظوظ ان انت اشتغلت مع اسامي كبيره سواء في مجال الاخراج او مجال التمثيل. تعاملت مع نجوم وتعاملت مع مخرجين كبار. تمام. مين نفسك تشتغل معاه سواء من المخرجين او من الفنانين؟ والله من المخرجين، في مخرجين كتير نفسي ان انا اشتغل معاهم، زي استاذ شريف عرفه، زي استاذ مروان حامد، وكاملة ابو زكي عشان بحبها، واستاذه كامله طبعا. طبعا استاذه كامله طبعا، يعني اتمنى ان انا اشتغل مع استاذه كامله. وبالنسبه للنجوم يعني في برضه نجوم كتيره، استاذ احمد عز، استاذ ياسمين عبد العزيز اشتغلت معاها في اللي مالوش كبير، اتمنى اشتغل معاها تاني ان شاء الله، برضه فنانه جميله جدا. برضه ما تتخيرش عن الاستاذه نيلي كريم. كان مع مصطفى فكري. كان مع استاذ مصطفى فكري. بس فاتمنى يعني اشتغل مع كل النجوم ان شاء الله. حلو. عايز تفضل بقى في مجال الاكشن ده ولا؟ والله انا يعني مجال الاكشن بحبه من صغري. فاحب طبعا ان انا اكمل فيه، وفي نفس الوقت انا كممثل نفسي ان انا العب برضه ادوار ثانيه. حلو. يمكن والله بص يعني انت كلامك يعني هو ممكن تكون بتتكلم على ارض الواقع واللي احنا بنكون يعني شايفينه وعارفينه يمكن في المجال. بس لو هنخرج بره المجال شويه، كان ليك صوره مع بيج رامي. تمام. وبرضه يعني عايزين نعرف كده كانت تفاصيلها ايه، وايه سر اللقاء اللي حصل. بيج رامي طبعا بطل مشرفنا طبعا، واول مصري يحصل على مستر اولمبيا سنتين متتاليين. انا قابلته في ايفنت اسمه دبي ماسل شو في دبي. ده ايفنت كبير بيحضر فيه كل ابطال العالم، وبيتم فيه مسابقه برضه لكمال الاجسام. فاليوم دوت انا قابلته واتكلمت معاه، وطبعا بوجه له رساله، بقول له يا كابتن رامي انت مشرفنا كلنا، ومش معنى انك السنه دي خدت مركز خامس يبقى انت كده، لا انت بالفعل مركز اول في نظرنا كلنا. اكيد اكيد طبعا. اكيد طبعا. طارق قولي، حاسس انه الرياضه بشكل عام فادتك في مجال التمثيل؟ طبعا. انه كانت بدايه ليك ان انت مثلا تدخل في الاكشن وكده، صح؟ اكيد طبعا، لان بقول لحضرتك لما كنت بتابع السينما الامريكيه والافلام الاكشن، انا هي اللي خلتني ابتدي ان انا اتجه للرياضه واركز في الرياضه، ان انا عايز ابقى قريب من الناس ديت، او ان انا ابقى اعمل عضلات زيهم وكده. دي صور ليك في نفس الايفنت، صح؟ في نفس الايفنت. ده مارتن فورد، ده نجم السينما الامريكيه. نجم الاكشن.
ده ايه ايه تفاصيل؟ ايوه انت سكت. لا كمل. تفاصيل لا الصوره ايه يعني؟ تفاصيل يعني الصوره ان هو كان بيعمل، هو بيعمل دايما تشالنج تحدي مع برضو ابطال كبار وكده، فهو ساعتها كان بياخد صور مع الفانز بتوعه، فانا قلت له عايز اعمل معاك تشالنج. ف دي المعتاده بتاعته ان هم يفضلوا باصين في وش بعض كده. اه التشالنج اللي احنا بنقف قدام بعض وبنبص لبعض بحديه، هو يعني هو ما شاء الله عليه، هو في ناس كتيره ما بتستحملش تقف قدامه كده بيخافوا يعني. فهو حتى ساعتها بعديها قال لي انت بصيت لي بصه شديده قوي، قعد يضحك كده. اوكي. وفرجت على الشغل بتاعي برضو بتاع الاكشن، عجبه جدا. اه حلو. ممكن يبقى في تعاون بيننا قريب، انا على تواصل معاه برضو. حلو ده. وفي حصل كلام بالفعل؟ انا الايفنت دوت انا الحمد لله برضو يعني وصلت برضو يعني الحمد لله كابتن بيج رامي موصل صوله مصر ان هو فاز مستر اولمبيا مرتين. فانا لما كنت بخش على اي حد من الابطال العالميين دول وكان معايا زي هدايا تذكاريه فرعونيه، حبيت ان انا اسيب بصمه عندهم. صح. وفي نفس الوقت اوصل قوي الحاجات دي، اوصل صوره مصر. فبالفعل صوره مصر كانت واصله عن طريق كابتن رامي. فبرضه لما اتكلمت معاهم يعني قربنا من بعض اكتر، وعملت صداقات مع ناس كتيره منهم زي مارتن فورد. انت برج ايه؟ عقرب؟ انا برج عقرب. عارفاكم. عارفاكم يا طول عقرب. هو خصوصا فعلا انت يعني خصوصا حته الهدايا التذكاريه برضه والحاجات الفرعونيه دي هم بيحبوها جدا. بيحبوها جدا. كمان احنا كمصريين متسوق لنا من نجوم عالمين زي بيج رامي وزي محمد صلاح. صح. وكمان ده يعني راح نتكلم في الرياضه بس، كمان في مجالات كتير مختلفه يعني، يمكن في الثقافه وفي العلوم وفي كل شيء. فيمكن لا احنا في تطور كبير، وده طبعا. ده حلو قوي، وحلو قوي ان انت عملت حاجه خدت الهويه المصريه وطالع بيها، ويمكن اصولنا والتاريخ. بتوع العقرب بقى بالذات يحبوا يعملوا قوي العلاقات اللي هي الزماله والشغل ويوصلوا صورتهم والحاجات دي كلها. أي. ايوه. طيب برضو يعني عرفني برضو، يمكن يكون هو يعني سؤال تقليدي لكن عمره ما نقدر نبطله، ايه الهدف اللي انت عايز توصل له في الايام اللي جايه، او اللي انت بتسعى له، او الخطه اللي انت ماشي عليها؟ والله انا دايما يعني بسعى ان انا اكون انسان ناجح. يعني ده الهدف الرئيسي ليا، وطبعا في مجالي سواء في الرياضه او في الفن هو ده اللي هقدر احقق فيه النجاح اللي انا بتمناه. فدايما شغال على نفسي ودايما بسعى وبحاول اخلق لنفسي الفرصه. لا استنى، وانت في الرياضه بتلعب لعبه تنافسيه ولا انت بس مهتم بالرياضه لشكلك وجسمك وصحتك؟ لا انا بالفعل في الرياضه كنت بشارك في بطولات كمال اجسام. اوكي. كبادي بيلدينج. ولسه مكمل في الموضوع ده؟ مكمل، بس برضو يعني بيجي عليا اوقات ممكن اشارك، وممكن اوقات تانية ابقى بلعب بس كده لنفسي. ما بتلعبش في اوزان مفتوحه؟ انت بتلعب في اوزان محدوده طبعا عشان تعرف تمثل. كنت بلعب ميزان 85. وكنت بلعب فيزيك وكلاسيك فيزيك. اوكي. الفيزيك وكلاسيك فيزيك اللي هم الحاجات الفيتنس موديل اكتر، اللي هي فيتنس موديل اكتر وكده. ده انا بشرح اهو، ما انا بشرح عشان كنت عارف ان انا هاجي الاقي الرياكشن ده. ف يعني خصوصا ان هو اللي بيتكلم فيه ما ينفعش يروح للمستويات المفتوحه او الاوزان المفتوحه زي رامي، علشان الجسم هتأثر عليا في مجال التمثيل. هتأثر عليا، هتحصر في دور او اتنين. شخصيه او اتنين مش هيعرف ان هم مظبوط يخرج منهم يعني. مظبوط. قول لنا بقى بتحضر لايه الفتره اللي جايه غير اللي انت قلته لنا من شويه اللي هو مع احمد مكي الكليب اللي هو دعايه للمسلسل؟ انت موجود في المسلسل كمان ولا هو في الكليب بس؟ اتمنى يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. تبقى في المسلسل كمان. ايه بقى، في حاجه تانية بتحضر لها ولا حاليا لسه في مرحله الاوديشنز؟ لا احنا بالفعل في فيلم شغالين فيه اسمه الغربان. بطوله استاذ عمرو سعد واسماء ابو اليزيد وعائشه بن احمد. الله. واستاذ عبد العزيز مخيون. حلو. الفيلم ده شغالين عليه بقى لنا فتره، ودلوقتي يعني ان شاء الله بنكمل تصويره. حلو قوي. ده المتوقع ينزل امتى؟ واخراج مين كمان؟ ده اخراج استاذ ياسين حسن، هو مخرج جديد بس مخرج شاطر جدا. اوكي. متوقع ميعاد نزوله ولا متوقع ينزل ان شاء الله في العيد؟ حلو. باذن الله. عيل صغير ولا كبير؟ العيد الكبير. خلاص بقى. لا احنا كده لا نعرف تفاصيل قوي يعني، دخلنا في حياته قوي على فكره. لا ليه، ده حياه مهنيه، دي مش شخصيه. أوكي. دي مش حاجه شخصيه. العيد الكبير. طب قول لي ايه الدور اللي انت نفسك تعمله سواء دلوقتي او بعدين قدام؟ الدور اللي نفسي اعمله؟ نفسي اعمل دور رومانسي. مين؟ دور رومانسي. دور رومانسي؟ لان اغلبيه الناس لما بقول لهم كده بيقولوا لي لا انت مش هتعرف تعمل رومانسي. ليه؟ ما اعرفش، واخديني بالهيئه الجسمانيه. انا اقول لك ليه؟ احنا هنا بنحكم للاسف شويه، مش بتكلم هنا، في بعض يعني بعض الاشخاص عشان اكون كلامي واضح وصريح،
وده مش اتهام، ده كلام عام. قول يا شريف. ان الموضوع ده بتحسب شويه بالشكل، مش بتحسب بقدره الممثل. اوكي، ان انت شكلك مثلا لو انت بهيئه جسمانيه ضخمه وده يبقى انت اكشن. لو انت مش عارفه شعرك مسبسب التصنيفات. وعامل ازاي فانت رومانسي. التصنيفات. لكن لا، بس انا حاسه انه ده ما بقاش موجود، بالعكس بقينا بنشوف، يعني انا عن نفسي بتفرج على مسلسلات وبتفرج على اعمال بشوف انه فيها ممثلين ممكن ما يكونوش بالوسامه الفظيعه، ممثلين رجاله وطالعين بادوار رومانسيه، وممكن حد تاني يعني حاسه مش بالقياس. بس ده بتلاقيه بعد فتره نجوميه معينه. مظبوط صح، ده بعد فتره نجوميه. هقول لكم مثال بس مش هقوله لكم دلوقتي عشان مش هينفع ان انا اقوله دلوقتي. يعني طارق نورتنا جدا. ربنا يخليك. وبنشكرك جدا جدا، ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني قريب معاك تكون عملت فيها اعمال اكتر وناجح اكتر من كده وتوصل لكل حاجه انت نفسك فيها. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، انا اتشرفت بيكم وان شاء الله اقابلكم تاني. ان شاء الله. وبهني طبعا الاخوه المسيحيين باعياد الميلاد، وبهني الشعب المصري كله بالسنه الجديده، وربنا يجعلها سنه خير علينا كلنا ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. نورتنا يا طارق. ربنا يخليك. شكرا ليك. كده خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى تنورنا خبيره علم الفلك والابراج سابي، وطبعا اي حد حابب يسال عن اي حاجه في التوقعات والابراج والتوافقات والحاجات دي كلها هنستناكم تكلمونا او تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا دلوقتي مع سابي، وطبعا اي حد مهتم بالابراج وحابب يعرف التوقعات والتوافقات والحاجات دي كلها تقدروا تكلمونا خلال الفقره دي او تبعتوا لنا كمان رسائل على صفحتنا على الفيسبوك. يا سابي عامله ايه؟ عامله كويسه. عامله كويسه. يا رب تبقي على طول كويسه مش عامله كويسه. حبيبتي ربنا. كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله سنه سعيده عليكي. ان شاء الله وعليكي. طيب سابي، حابين بقى نتكلم معاكي النهارده عن حاله كل برج في الفترة اللي احنا فيها دي. احنا خلاص داخلين على سنة جديدة. ثلاث اربع ايام وخلاص. الفترة دي كده تحس الناس كلها بتستعد وبتشحن طاقة للي جاي. لا، هل ده بيحصل ولا لا؟ هو فعلا بيحصل، ان كلنا طول اول السنة بنبقى عاملين كده بلان معينة، احنا السنة دي هنعمل 1 2 3 4. بنيجي على شهر اخر 10 كده و11 ما نعملش اي حاجة. لا، بنقعد نندب حظنا، ايه ده، هو الوقت جري بسرعة، ايه ده، دي السنة جريت، ده احنا لسه كنا اولها، ده احنا لسه كنا رمضان. فبتحس ان كل حاجة ما حصلتش، فبيقعدوا يندبوا حظهم. انا ازاي اتأخرت في ده، انا ازاي ما عملتش ده، فبيقعدوا يرتبوا بلان تانية جديدة للسنة الجديدة. وبس الفترة اللي فاتت بقى كانت الناس مختلفة. اوكي، ايه الاختلاف؟ كان معظم الناس كل تفكيرها او اللي شاغلها شغلها الشاغل ان هي عايزة تضيق الدايرة بتاعتها في الاصحاب، اللي هي الزحمة الكدابة اللي حواليها. كل بقى متجه اتجاه ان هو عايز يقفل على نفسه، مش عايز زحمة حواليه، مش عايز ينزل، مش عايز يروح، مش عايز هدك، مش عايز طاقة سلبية. بقى في نضج، او بقى في الناس ابتدت تستوعب وتفهم ان مش بالناس الكتير اللي حواليا، مش بالزحمه، في ناس كتيره ما تبقاش ليها لازمه، في ناس كتيره ممكن تشيلك طاقه سلبيه او تديكي طاقه سلبيه، تشيلك همها طول الوقت طول الوقت. فالناس بقت تبعد عن اي حد ممكن يديه طاقه سلبيه. اوكي. ضيقوا الدايره على نفسهم، وكتير قوي ما بقاش عايز لا من القرايب ولا من الصحاب ولا من الجيران الا اللي هو حاسس ان هم دول اللي اوكي بالنسبه له، هيديله له طاقه ايجابيه. اوكي. فما بقاش عندهم طاقه للناس الثانيه. تعالي نتكلم بقى عن كل برج كده، ومين قفل على نفسه بزياده ومين الموضوع ماشي معاه متوازن. اوكي. الحمل، رجل الحمل كان اتلسع من ناس حواليه كتير الفترة اللي فاتت، فما بقاش يعمل زي الأول، بقى واخد باله ان هو ما يقعدش يتكلم كتير او ما يحكيش عن كل حاجة في حياته. ست الحمل دايما هي بقى لها من السنة اللي فاتت واللي قبلها بتسعى للارتباط والجواز، وان هي عايزة تبقى عندها جو أسري. فقفلت عليها الدايرة الناس اللي حواليها، او مش عايزه الجو الاسري، بقت تميل للجو الاسري اكتر. اوكي. التور، راجل التور بقى يدور على الشغل اكتر، او كل شغله الشاغل عمليا. اوكي. ست التور عايزه الارتباط، عايزه الجواز، تسعى للجواز. اوكي.
والجو الأسري برضو والجواز والجو دوت. الجوزاء الجوزاء ست الجوزاء كانت الفترة اللي فاتت صحيا مش حلوة، يعني كانت كتير أحداث في حياتها يعني أغلبها صحيا، فابتدت تاخد بالها من صحتها أو أي حاجة بتضايقها ما بقتش عايزة تعملها. رجل الجوزاء بقى عايز يحل مشاكله العائلية أو بيسعى لحل مشاكله العائلية أكتر أوكي، أو يشوف إيه المشاكل اللي حواليه اللي هتخليه يعيش في سلام أو في حالة أحسن من اللي هو فيها، فابتدي يعمل يتصالح يتكلم يتناقش، برضو اختلف شوية أوكي. وبيسعى أكتر للشغل في أكتر من مكان. السرطان، بنت سرطان بتسعى للجواز أو عايزة الارتباط، لأن هي بقالها سنين عماله ترتبط. انا ملاحظه ان كل الابراج بتدور على الجواز البنات. اللي ما كانوش بيدوروا بقوا بيدوروا. اشمعنى؟ علشان حسوا ان الدنيا بقت يعني اللي هم بقوا عملي اللي كانوا عمليين، يعني ست السرطان دي عمليه، ست التور دي عمليه جدا اوكي، الحمل برضو عمليه جدا، ابتدوا يحسوا ان يعني العمر بيكبر او ان هم في حاجات كتيره فايتاهم، او هم ليه ما يعملوش كل حاجه، او يبقوا هنا يبقى اوكي وهنا اوكي وهنا اوكي، كان الشغل او كان لهيهم اكتر اوكي، او واخد حيز كبير في حياتهم اكتر. ابتدوا يفوق، ابتدوا يفوق، يعني اغلبيه الناس بقت تعمل عكس كل حاجه كانت بتعملها او بتسعى عليها اوكي. احنا وقفنا عند برج السرطان. السرطان في الراجل بقى الاول كنت بقعد اقول ان هو محتاج حد يفكر له، محتاج حد يساعده، لا ابتدى يهتم بان هو ما يعتمدش على حد وبقى يعتمد على نفسه بس. اوكي، فدي برضو خطوه حلوه جدا جدا بالنسبه للسرطان. نيجي لبرج الاسد. بقول للراجل الاسد اتحرك شويه او اسعى شويه اكتر، محتاج تسعى شويه اكتر. ست الاسد هي اوريدي بتسعى، او يعني هي بتحب السعي او بتحب الشغل. ممكن يكون كان في فرص للارتباط للاسد كبنات 2022، بس ممكن تكون اللي ظبطت معاها يعني اللي ظبطت جزء قليل واللي ظبطت معاه ما كملتش. تمام. بس اوريدي دخلت جوه الاطار الموضوع، بس الموضوع ما كملش، لكن عندها فرصه تاني السنه الجايه. حلو. نيجي للعذراء. العذراء كان حاطط هدف كبير قوي، رجل العذراء بالذات لسيناريو تاني خالص عمليا وماديا ما اخدش حقه السنه دي. رجل العذراء ما خدش حقه السنه دي بالنسبه عمليا، يعني كان يستحق حاجه احسن من كده شويه، او ترقيه مثلا معينه، او ماديا انه يكبر في شغله اكتر، او يكبر في شغله اكتر، بس ما خدش حقه السنه دي. السنه الجايه المفروض ان شاء الله خير بالنسبه له. فده بيسعى، فهو بيسعى لده، او ده مضايقه شويه لان هو حساس جدا او الحاجات دي بتاثر عليه خصوصا لما يكون عمليا. نيجي للعذراء البنت. برضو تفكيرها اختلف، كانت دايما قاعده قافله الدايره عليها او بتسعى لحاجات معينه، او الدايره بتاعتها صغيره، ابتدت تفتح شويه تفكيرها او توسع الدايره لان هي اوريدي كانت دايرتها قبل كده هو صغيره. تمام. الميزان. الميزان استر يا رب. الميزان راجل بقى يسعى اكتر للسفر اكتر، او عايز شغل اكتر وسفر اكتر. ست الميزان ابتدت ترتيب، يعني ترتب حياتها حياتها الشخصيه. اوكي، ابتدت تحط زي بلان معينه، لان هي يا اما نقلت من مكان لمكان، يا اما حصل تغيير في حياتها الشخصيه، يا اما حصل الارتباط، يا اما حصل في حاجات غريبه دخلت عليها يعني. فالمفترض ان هي بتتاقلم للظروف الجديده اللي هي دخلت فيها اوكي الفتره ديت. نيجي بعد كده لبرج العقرب. العقرب ست العقرب بقول لها ركزي، لان هي برضو كانت مشتته السنه دي في اكتر من حاجه، او بتفكر في كذا حاجه مع بعض، فمفيش حاجات كتيرة ظبطت زي ما هي كانت مستنية. راجل العقرب بقول له غير الزاوية اللي انت واقف فيها، لان هو
راجل عرب روتيني شويه او هو مقتنع بشويه معتقدات ما بيقدرش يغيرها وما بيقدرش يعني يعمل ابديت لفكره شويه. تمام. القوس يعتبر من الابراج في سواء الست او الراجل اللي السنه دي يعتبروا اخذوا حظ كويس او النص التاني كان بالنسبه لهم احسن لان هم اتغيروا سواء ست او راجل اتغيروا بان هم مثلا قفلوا الدايره من صحاب ومن قرايب ابتدوا يسعوا للشغل بكذا زاويه وكذا طريقه مختلفه فبالنسبه لهم الدنيا كانت حلوه الفتره الاخيره. حلو. نيجي بعد كده للجدي. الجدي برضو كان برج الجدي سواء راجل او ست كانوا بيسعوا للشغل او حطوا نفسهم في اطار جو جديد عمليا بس ما كانوش فاهمين حاجه او ما كانوش مركزين في اللي بيعملوه. الموضوع اختلف معاهم خصوصا الثلاث شهور الاخرانيين من السنه ابتدوا يلاقوا نتيجه او حصاد. اوكي ابتدوا يحطوا نفسهم في حته ثانيه بس هم برضو لسه مش عارفين هم رايحين فين بس هم رايحين لحته هم فيها نجاح لقدام حلو جدا او ابتدوا يعملوا بيز حلو لسنين جايه لكن هم كانوا شايفين ان الموضوع عادي لا الموضوع هيضرب معاهم ضربه بس لسه مش دلوقتي. اوكي نيجي لبرج الدلو. الدلو سواء ست او راجل بقول لهم نحاول نقلل الخصام او العداوه او يعني يبقى في صلح لان هو برج شكاك سواء راجل او ست بيتخيلوا حاجات وبيصدقوها وبيعيشوا عليها وممكن يتخانقوا عليها فبقول لهم اهدوا شويه على نفسيكوا حاولوا تتصالحوا مع نفسيكوا شويه واهدوا لان هم حساسين جدا بيبقوا مستنيين طريقه معامله معينه لو ما لقوهاش الدنيا خربت او في حاجه في نصيبه او في ناس متامرين علينا فبقول لهم خرجوا من بره التفكير ده لان انتوا كنتوا هتتعبوا اكتر. نظريه المؤامره. ايوه. طيب الحوت. استني قبل الحوت هناخد بس تليفون. أوكي. من عم رجب. الو. السلام عليكم يا استاذ نور. عليكم السلام، ازيك يا عم رجب؟ تحياتي ليك وتحياتي لضيفتك المحترمه خبيره الابراج فريق اعدادك المحترم بالكامل. ربنا يخليك. البلد جميعا. ربنا يخليك يا عم رجب، كل سنه وانت طيب. كنت طيبه وسنه حلوه ان شاء الله. والله يا استاذ. امين يا رب. استاذ نور باذن الله والله بيكم انت ان شاء الله وتحرمك. ربنا يخليك يا عم رجب. قول لنا بقى 12/7/63 يا استاذ نور. 7/3 3/7 12/7 12/7 63 الحاله الاقتصاديه والله ما في داعي اقول لك يا استاذ نور. ان شاء الله ربنا يرزقك كده ويوسع عليك. ربنا يخليك يا عم رجب. شكرا. كريم شكرا يا استاذ نور. شكرا يا عم رجب. لسه كنا احنا بنتكلم عن السرطان. هو 12/7 سرطان. السرطان ابتدى يتحرك يعني ابتدى شهر 11 و12 الدنيا تختلف معاه او حصل له فكر يعني ابتدى الناس تساعده بطريقه مختلفه او هو بقى ابتدى يساعد نفسه بطريقه مختلفه. فاللي جاي عنده حلو ما يقلقش. كويس. نكمل بعد كده احنا وصلنا لبرج الحوت اللي فاضل. الحوت من الابراج اللي ما تخافش عليها، هي محظوظه، هي مرزقه اوريدي. الحوت برج مائي مرزق بس هو ممكن يكون بيخاف من العين، بيخاف من الحسد. فما بيحبش يتكلم او يقول عن الاشياء اللي بتحصل له او ممكن يقول عكس الحاجه. مش قصده من حاجه بس يعني هم بيخافوا. هم بيخافوا وما بيحبوش يتكلموا عن نفسهم، ما بيحكوش حاجه، يحبوا الحاجه بعد ما تحصل تتشاف. اوكي. اوكي فبقول لهم خليكم ماشيين على نفس الحكايه زي نفس الفكر اللي انتم ماشيينه، بس حاولوا بس تغيروا فكركم شويه. لان هم برضو من الناس اللي عندهم معتقدات في حاجات معينه مسيطره على تفكيرهم، مخلياهم بدل ما يبقوا قدام قدام حبه حلوين هم مأخرين نفسهم. اوكي. فمحتاجين ان هم يغيروا طريقه فكرهم شويه. اوكي. طيب معانا تليفون من هدى. الو. الو. السلام. أيوة. عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وبخير دايما. ممكن اعرف توقعات في العاطفه والارتباط لاولادي؟ اتفضلي قولي التواريخ. 25/7 ولد. تمام. و13 بنت. 13/4 بنت. تمام. وتوقعات انا 30/3 لا استني هي قالك خليكي معانا. يا بنتها ابنها كام؟ اول حاجه الولد 25/7 25/7 تمام. اوكي ده برج الاسد، اسد سرطان، ما يتخافش عليه خالص، بالعكس ذكي جدا 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 و
بس هو محتاج بس يتحرك. يعني ما يبقاش معتمد على ان حد يخدمه او حد يعمل له الحاجه، لان هو من الابراج الذكيه جدا جدا، بس محتاج بس يتحرك، يبقى يعني يتحرك، ما يبقاش قاعد كده هو مستني الحاجه تيجي لغايه عنده بس. أوكي. يسعى. والبنت كانت 17/4 او تقريبا. حضرتك لسه معانا؟ تهيألي 17/4. تمام. برضه برج الحمل، يعني الحمل واخده من الثور يعني الماده الخام للذكاء بس. وبعدين ما شاء الله الحمل السنه دي كانت نسبه حظه حلوه جدا جدا، من الابراج اللي كان عندها نسبه حظ في الجواز وفي العمل. يعني لازم يكون في حاجه ظبطت معاها، يعني عمليا يا عاطفيا، في حاجات جديد، احداث كتيره حصلت مع بنات الحمل السنه دي كتير حلوه. اوكي. طيب احنا اسفين يا استاذه هدى ما لحقناش نسمع اخر تاريخ اللي هو التاريخ عن بتاعها. طيب ناخد تليفون تاني من عبده. الو. الو عبده. الو يا عبده. طيب حاول تكلمنا مره تانيه. معانا فاطمه. الو. الو. ايوه اتفضلي. أيوة يا فاطمه. ممكن ممكن تسمعينا من التليفون؟ ايوه خلاص. ممكن تسمعينا من التليفون؟ يلا يا فاطمه قولي لنا. انا البرج بتاعي 23/4. ماشي. عايزه تعرفي حاجه معينه؟ يلا يا فاطمه. يا فاطمه انا متضايقه قوي ان انا سامعه صوتي. عايزه تعرفي حاجه معينه؟ عايزه اعرف يعني البرج بتاعي السنه دي. انا متضايقه قوي ان انا سامعه صوتي. طيب ماشي، شكرا ليك يا فاطمه. جوزها 24/4 صح كده؟ 23/4 صح. 23/4 اوكي. انت سمعتيها كام؟ هو في 4 بس مش عارفه كام. 23. اوكي. اصل صدى الصوت ده هو انا اتشتت. بياخدك كده في حته. 23/4 برج الثور، واخد من الحمل. هو الثور برج طبعا ذكي جدا جدا، بس لما بيكون العشريه الاولى ملمس في الحمل بيبقى طفولي شويه، يعني بيبقى حد يعني بيقف على الوحده او قماص شويه، او بيبقى محتاج حد يطبطب او يدلع، يقول له الحاجه بصوت كويس او ما يشخطش فيه او ما يزعقش، لان هو عاطفي بزياده. اوكي. بس كبرجين حتى السنه دي حلوين جدا، يعني يعتبر الحمل من الابراج اللي اخذت نسبه كبيره من الحظ السنه دي، والثور برضو الجزء النص الاخير ده برضو كان تمام يعني. اوكي. طيب معانا رساله، حد بيسال عن 23/7. 23/7 بنت ولا ولد؟ اوكي. برج الاسد. اوكي. 23/7 ده العشريه الاولى من الاسد. بيبقى شوية الحظ بتوع الأسد العشرية الأولى مش زي اللي في 8. أوكي. بيبقى حظهم أقل شوية، بس هما بيبقوا أهدى، يعني دايما برج الأسد دوت حد أكتف جدا وتلاقيه عصبي، لا دول بيبقوا هادين أو باردين شوية، أو ماشيين كده بالراحة، مش زي بتوع 8. مش زي بتوع 8، بس هما كل المشكلة عندهم هما، يعني النهارده اللي بيسعى لحاجه النهارده. انت مثلا لو في شغلانه موجوده وانا هروحها وانت هتروحيها، وانت بتصحي بدري وبتروحي ومتابعه وبتذاكري، اكيد انت اللي هتاخديها مش انا اللي هاخدها. يعني غير وانا بقى قاعده مستنيه حد يكلمني، عشان انا يعني الموضوع بيختلف. اللي بيسعى لحاجه غير اللي قاعد مستني، غير اللي قاعد مستني الحاجه تيجي لغايه عنده. هي دي بقى مشكله بتوع 7. بتوع شهر 7 تحس ان هم مستنيين مكالمه تليفونيه او واسطه معينه او حاجه معينه او حد يتكلم عنهم في حاجه، لان هم خايفين حد يحرجهم او مش جرأه. فبقول لهم لا اسعوا شويه اكتر او اتحركوا شويه. اوكي. طيب 27/4 بنت بتسال عن السنه الجديده فيها فلوس وسفر ولا لا؟ 27/4 برج الثور. فيها سفر وفيها فلوس. اوكي. الثور وحمل، يعني هي ثور حمل. العشريه الاولى من الثور ملمسه مع الحمل، اللي برجين تمام يعني. طيب هم بتوع شهر 4 في البنات بيحبوا الفلوس بس. وكل الناس بتحب الفلوس. لا بس في ناس بتحبها بزياده. طيب في حد بيسال، ممكن 11/6 انا مع 28/5 هو، وممكن هي يعني الراجل 11 لا استني، البنت 11/6. جميل. لا استني، البنت 16/11 اصلا. البنت 16/11. والراجل 28/5.
اوكي 16 11 هي البنت 16 11 16 11 دي عقرب. عقرب بس واخده من الكوس. ها تمام. والراجل 28 5 جوزاء. جوزاء تمام. ايه بقى عقرب وجوزاء يا اختي؟ ضرب نار. هي شخصيتها اقوى بكتير. هو يعني هي كمان عقرب وواخده من الكوس، يعني بتجري في احداثها، عايزه كل حاجه بسرعه، ذكيه لماحه. هو هادي الجوزاء يعني بيتكلم كده تحس ان هو مذيع اخبار يعني. هادي. طب سريعا جدا عشان وقتنا خلص يا سابي، 10 9 راجل 10 9 عذراء. بقول له بطل نكد او بطل تهول مواضيع. ماشي يا سيدي، مشكورك جدا ونورتينا، وكل سنه وانت طيبه. مره ثانيه وان شاء الله يكون لينا حلقه سوا كده في نهايه وبدايه السنه الجديده ان شاء الله. شكرا ليكي. ميرسي. كده خلصت حلقتنا وخلصت فقرتنا كمان اكيد، ونشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 6:30. باي باي.